السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، وكذلك حياكم الله مستمعينا عبر تردد 97 FM. حياك الله يا أخوي سالم. حياك الله يا سعود، وكذلك التحية أيضا لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة التي سوف نتابع من خلالها بعض مواضيعنا المهمة، وهي بالأغلب مهمة، ومع ضيوف أيضا مميزين إلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات. وهنا أبرز عناوين حلقة اليوم. وزارة التعليم والتعليم العالي تكرم الطلبة المتفوقين في الشهادة الثانوية. قافكو تنظم معرضا مهنيا للتواصل مع الطلبة والخريجين. أكاديمية سباير تحتفل بتخريج أكبر دفعة من طلابها في مختلف التخصصات الرياضية. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي أبرز وأهم عناوين حلقتنا لهذا المساء، وننتقل إلى أجواء المونديال. وفي إطار مواكبة هذه الأجواء الجميلة من روسيا، تشهد مناطق المشجعين في الدولة إقبالا ملفتا من جمهور كرة القدم. نعم يا أخوي سالم، ومشاهدينا الكرام، للمزيد ننتقل إلى كتارة مع نديب قناة الريان سلطان النعيمي. سلطان، الكلمة عندك. مساك الله بالخير أخوي سعود وأخوي سالم بن ثامر ومشاهدين ومستمعين قناة الريان. نفس ما تشوفون أجواء مونديالية جميلة، وأنا هني معاكم في كتارة عندهم الفانزون. بصراحة في أشياء تشجع أن الواحد يجي، نفس ما تشوفون في الشاشة الكبيرة، وأيضا عندهم المطاعم والخدمات. للحديث أكثر معنا رئيس قسم الإعلام والاتصال الأخ سالم المرية. هلا ومرحبا فيك أخوي. الله يرحبك. يا مرحبا بكم، أسهلا ومسي عليك بالخير وعلى الأخوان الموجودين في الاستديو. أخوي سالم، قل لنا عن فكرة الفانزون. بداية راح نتكلم عن الفكرة. هو في الأساس المنطقة هذه اللي موجود فيها قطر فانزون كانت في رمضان غبقة في السيارة، وكانت تجربة فريدة من نوعها، وكان في إقبال جماهيري كبير فوق ما كنا نتوقع. جاءت الفكرة أنه بعد رمضان المنطقة موجودة وفيه بطولة كأس العالم، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث صارت المنطقة هذه اللي منطقة فانزون كتارة، ومثل ما تشايف الحمد لله في إقبال كبير. أخوي سالم، قل لنا عن الخدمات اللي موفرينها في هذه المنطقة، خصوصا نحن شفنا أقبال كثير على المباراة الأولى. هو بلا شك الفكرة إذا صارت فكرة مميزة شيء طبيعي أن يكون في أقبال كبير على المنطقة هذه. بطولة كأس العالم بطولة كبيرة، حدث عالمي، الأنظار تتجه إلى روسيا، المنطقة مهيئة. الحضور من أول يوم في البطولة كان حضور مميز، خصوصا المباريات الكبيرة أو المنتخبات اللي عدد الجالية منها كثير في الدوحة، شيء طبيعي تكون المنطقة مزدحمة. زين، شو الخدمات اللي وفرتوها لهم، أو إيش الجديد في الخدمات اللي ممكن توفرونها لهم، خصوصا هناك مباريات مقبلة دور 16، وأيضا الإقبال بيزيد بشكل كبير؟ مثل ما تشوفون فيه العديد من المطاعم والعديد من الكوفيهات الموجودة، تطلب الطلب وانت موجود في سيارتك، كيف شغال عليك، تسمع التعليق وانت في السيارة، الشاشة كبيرة وضخمة موجودة قدامك، مطاعم، كوفيهات، خدمات متعددة، أي شيء ممكن الواحد يحتاجه وقاعد يشوف المباراة في مجلسه موجود وهو في سيارته في قطر فانزون في كتارة. شوف الإقبال كل ما يزيد في الأدوار الجاية. بلا شك، إذا هي من التصفيات المجموعات الأولى في كأس العالم كان في حضور كبير، شيء طبيعي أن في الدور الثاني ودور 16 ودور 8 ودور 4 والنهائي أن المنطقة يكثر الحضور فيها وتزداد الزحمة. أخوي سالم، رسالة نوجهها من منطقة الفانزون في كتارة لمشاهدين قناة الرياض. نقول لهم المنطقة مميزة، كل شيء أنت تحتاجه وأنت قاعد في مجلسك بتحصله موجود، شاشة ضخمة 9 أمتار في 14 متر، إذاعة مخصصة 88.3 موجودة، ممكن تسمع التعليق بشكل واضح وأنت في سيارتك، كوفيهات، مطاعم، أجواء حلوة، حماس، إثارة، كلها موجودة عندنا. أنصح جميع المتابعين أنهم يشرفوننا ويستمتعون بهذه المنطقة. عساك على القوة أخوي سالم. الله يقويك. يا مرحبا وسهلا. أعزائي المشاهدين، نفس ما تشوفون بصراحة المباريات كل مالها تزيد حماسة
وتزيد شغف أكثر لمشجعيها، خصوصا أن المباراة الأولى المباراة بنفس التوقيت مباراتين هم كانت بين ألمانيا وكوريا، فازت كوريا 2-0 في الأمتار الأخيرة، وأيضا السويد ضد المكسيك وفازت السويد 3-0. معلومة لمشاهدينا الكرام، ألمانيا أول مرة في تاريخها تطلع من دور المجموعات من سنة 1938 إلى الآن، هذا أول ظهور لها. هذا كل اللي عندنا من الفانزون، ونرجع لزملائي في الاستوديو. كل الشكر لك يا أخوي سلطان عيمي، وكل الشكر لضيفك. طبعا مثل ما ذكرت هذه أول مرة في تاريخ ألمانيا تطلع من دور المجموعات. هارد لك أبو تامر. هارد لك يا سعود. وفي آخر الدقائق الحقيقة في يمكن في الوقت الضائع سجلت كوريا الجنوبية هدفين على ألمانيا، ولكن هذه هي كرة القدم. مشاهدينا الكرام، خلونا ننتقل معا إلى الشأن التعليمي، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. تم تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة وكذلك التخصصية. ثمان وعشرون طالبا وطالبة تميزوا بتفوقهم في اختبارات شهادة الثانوية العامة والتخصصية، وتقديرا لهم احتفت بهم وزارة التعليم والتعليم العالي، وكرمهم سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. هذا يوم سعيد بالنسبة لنا ولأولياء أمور الطلاب والمعلمين والمدارس باحتفالنا بتفوقهم وتميزهم في نتائج الثانوية العامة. نقدم التهنئة للطلاب ولأولياء أمورهم، ونرجو لهم إن شاء الله مستقبل باهر، ويكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في خدمة وطنهم. طبعا التميز لا يكفي الطالب يحصل بس على الدرجات، لكنه يكون أيضا نافع لبلده، نافع لأسرته، نافع لنفسه في المستقبل إن شاء الله. أنا الحمد لله مرتبة الثامنة وحصلت تقريبا 98 نسبة 98، والحمد لله يعني فضل لله ثم الأهالي اللي وفروا لي المحيط المناسب، والمدرسة اللي ما قصرت، وجهود المدرسين اللي ما قصروا، وإدارة المدرسة. طموحي والله أكمل في مجالي هو الفيزياء، اللي هو في الفيزياء النظرية بشكل خصوصي، يعني ممكن أخدم قطر بالطاقة الشمسية وذلك بجد مصادر بديلة عن الغاز والبترول، وتقليل اعتمادنا الكلي على شو اسمه الغاز والبترول، فنوفر الطاقة اللي نستخدمها من الغاز في توليد الطاقة عندنا في قطر، ونصدرها للخارج بدل ما يكون شو اسمه كل يعني ها نسبة عندنا في الطاقة هنا. فبالخلايا الشمسية ممكن يعني نضع اعتمادنا على الطاقة ومن الشمس، طاقة شمسية، ونحولها طاقة كهربائية ونستمد طاقتنا منها في الدولة، ونقلل اعتمادنا نفس ما قلت على الغاز، ويزاد الدخل القومي بتصدير كميات أكبر من الغاز للدول الفقيرة بالطاقة. أنا حصلت على المركز الأول على أول قطريين، والمركز الخامس على دولة قطر بمعدل 99.5. وطبعا تفوقي هذا أول شيء هدية حق بلادي دولة قطر، لأن دولة قطر قدمت لنا الكثير وساعدتنا، فهذا رد الجميل اللي هي قدمته لنا. أنا في مدرسة قطر التقنية. قطر التقنية ما فيها نظام إنه يكون علمي وأدبي، لكن فيها اللي هو تقني، إنه يكون تقني عشان يدرس يدخل بعدين في البترول. فيها تخصصات واجد ومنها البروسس. أنا كان تخصصي في هالمدرسة بروسس. المجال اللي أبي أدخله هي ترشيحة الضباط في قطر، لأني أؤمن إنه لم يحمي هذه البلاد إلا عيالها ويخدمها، وقطر الحمد لله في ألف خير وأمان. يذكر أن عدد الطلبة المتفوقين يزداد عاما بعد عام، وقد بلغ عدد الطلاب الذين حققوا النجاح بنسبة 90% ما يزيد عن 1500، أي ما يعادل 25% من مجموع الطلبة، وهذا مؤشر على جودة السياسات والمبادرات التربوية والتعليمية التي نفذت لزيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا مثل ما شفنا في هذا التقرير تكريم الطلاب المتفوقين، وفي هذه المناسبة يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو والطالب خالد الشيب الحاصل على المركز الثالث على الطلبة القطريين في نتائج الثانوية العامة بمعدل 98.5
69%. ألف مبروك يا أخوي خالد، تشرفنا. الله يحييك، الله يسلمك. حياك الله يا خالد، احنا سعداء بتواجدك، والحقيقة نقول لك ألف ألف مبروك، وكذلك مبارك أيضا للطلبة المتفوقين والحاصلين على نتائج الحقيقة متقدمة في الثانوية العامة. طبعا خالد حاصل على المركز الثالث بالنسبة للقطريين، الأول بالنسبة للبنين بالأخص حاصل على المركز الأول. نقول لك ألف مبروك. بلا شك هذه النتيجة ما أتت إلا بجهد وتعب يا خالد، لو نتكلم عن هذه الأجواء اللي مريت فيها خلال أيام الاختبارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر قناة الريع على الاستضافة الجميلة، واجبنا حلوة. والتجربة اللي مريت فيها في الامتحانات كانت يعني أكيد تجربة صعبة ومتعبة، بس الحمد لله مع الإصرار والعزيمة إن شاء الله الحمد لله عدت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يعافيك خالد. أنا بسألك عن شعورك وأنت تنطر النتائج، قبل النتائج بكم ساعة، ويوم عرفت إيش كانت ردة فعلك، فرحتك، يعني عطنا هذه الأشياء اللي صراحة لا نعتبرها اللي هي بتكون مميزة لنا إحنا ومميزة للمشاهدين عشان يعرفون فرحتك أنت ويعرفون مشاعرك خاصة في هذه اللحظة. انا قبل ما تطلع الشهادات كان كنت طالع يعني، بس كنت اسوي رفرش على الموقع، بس وقت هديت الموقع واحد صلي قال لي ان طلعت النتائج، عاد على طول رحت اشوف اشيك الدرجات، طلعت الحمد لله اعلى من الفصل الاول. انت كنت متوقع؟ انا كنت متوقع يعني نفس الفصل الاول، بس الحمد لله كانت اعلى من الفصل الاول، فالمجموع الكلي اعلى طلع. واول ما خلصت على طول صورت الدرجات، طرشتها حق الاهل وباركوا لي بالنسبه للدرجات. كلنا نبارك لك، مش الاهل بس، لكن أبي أسأل عن ساعات الدراسة أثناء أيام الاختبارات، كم كانت عند خالد الشيب؟ ساعات الدراسة تختلف يعني وقت الاختبارات والأيام العادية. الأيام العادية تقريباً حوالي ساعتين في اليوم المادة، بس مادة واحدة في اليوم ساعتين. طيب. بس وقت الامتحانات ليلة الاختبار تقصد خالد؟ لا هذه الأيام العادية. لا أنا أتكلم. أيوة في ليلة التوقيت الزمني ليلة الاختبار كم تكون ساعة؟ ليلة الاختبار عاد على حسب مواد، تقعد معاه 9 ساعات أكثر لين ما أخلص المادة خلاص، أراجعها عدل، أتأكد إني ضامن 100% أن كل شيء درسته حافظ عدل وخلاص. بس بعض المواد تأخذ 2-3 ساعات بس بالكثير. وأنت تراجعها يعني؟ إيه رجل، أنا أكون خلص مواد من قبل امتحان بشهر، خلص الكتب كلها. يعني كنت حريص يا أخوي خالد إنك تراجع أول بأول. طبعًا هذه النتيجة يا أخوي خالد اللي هي 98.69%، هذه ما جات بكل سهولة، هذا أكيد أنه تعب، شديت على نفسك، أهلك شدوا عليك. كلمنا عن البيئة اللي خاصة قبل الامتحانات، شلون يعني تفوقت علشان تحصل على هذه النتيجة، تعبت علشان تحصل على هذه النتيجة، شو اللي سويته، شو اللي أصريت أنك تحافظ عليه، سواء من المواد اللي قدمتها أو من الأشياء اللي حافظها، وش اللي أصريت بعد أنها تطور، ومن اللي ساعدك؟ أول شيء الحمد لله على النسبة اللي حصلتها، وفضل يرجع أول شيء لله ثم للوالدين، هم اللي الله كل يحفظهم وبارك. الله يحفظهم، كل مرة يقولوا لي شد حيلك زيادة، راجع، يعني هم اللي يحثوني زيادة على أني أذاكر وراجع زيادة عشان أجيب النسبة هذه. نعم طبعا احنا نقول رسالة شكر الحقيقة لأولياء الأمور ولوالد خالد ووالدته على هذا الإنجاز الحقيقة، ونقول لهم ألف مبروك. هذه بتضافر الجهود سواء كان من الطالب نفسه أو من أفراد الأسرة وكذلك من الجهة التعليمية، فشكرا للجميع على هذا العمل اللي أنتج لنا في ما بعد نتائج مميزة لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة. خلني أرجع لاسم الجامعة اللي ذكرت لي وأنا زين إني حفظت، اللي كينجز كولج لندن. زين جميل، هذه الجامعة في لندن اخترتها خالد، ليش؟ اخترتها لعدة أسباب. والتخصص؟ أيوة اخترتها لعدة أسباب، اخترت تخصص لعدة أسباب. اخترت الجامعة السبب الرئيسي إن هي معروفة في التخصص أنا بدخله اللي هي كمبيوتر ساينس. جميل. ومدرجة في قائمة الجامعات للبحثات الأميرية، فهاي شيء حتى أنا أختارها، ومعروف هي في نفس التخصص وايد.
والتخصص اللي اخترته اللي هو كمبيوتر ساينس انا نعم. اخترته لان انا احب الكمبيوتر من يوم ما انا صغير واحب يعني شلون استفيد من الكمبيوتر في اعمال يوميه. لا حلو، هو جميل، لكن يعني هل هناك من وجه خالد لهذا التخصص او هي رغبه وموهبه عند خالد وميول في نفس الوقت؟ هو اكيد الوالد يعني من يوم انا صغير كله اروح معاه مع الكمبيوتر، هو كان عنده محل كمبيوتر كله اروح معاه هناك عند المحل وكذا فحبيت الكمبيوتر. نعم هو كان يقول لي اختار تشوف تخصصات ثانية إذا تبي ولا لا، بس أنا قلت لا خلاص أنا مصر على التخصص هل عاجبني وبكمل فيه إن شاء الله أجيب. نعم الحقيقة أنا يعني أبوقف عند النقطة هذه سعود وكذلك خالد، يعني هي رسالة لأولياء الأمور، يمكن بعض أولياء الأمور هو اللي بيختار التخصص أو الجهة اللي يدرس فيها أو الجهة التعليمية اللي يلتحق فيها ابنه أو بنته، ولكن أنا أقول من الأفضل وهذا ما اقتبسنا الحقيقة أيضا من علماء وخبراء في هذا المجال، خله اللي يختار التخصص اللي هو يحب، خله يروح على ميوله علشان يحقق النجاح، لأن هذا هو الميول اللي يحبه، هذه هي الموهبة وهذا هو التخصص اللي هو شايف أنه راح يلقى نفسه فيه، ولكن لا تجبره على تخصصه ما يبيه. أكيد طبعا إذا راح على التخصص اللي هو يبيه أكيد أنه بيبدع فيه أكيد بما أنه يحبه. طبعا خالد نرجع الى تخصصك اللي هو ساينس كمبيوتر ساينس انت طبعا مثل ما ذكرت بخصوص الكمبيوتر انت كنت تحب هذه الشغله من يوم انت صغير، كنت تروح مع الوالد بما انه كان عنده محل كمبيوترات، ولكن في المدرسه حد حاول ينمي فيك هذه الموهبه، موهبه الكمبيوتر، سواء من المدرسين سواء من زملائك الطلاب، على اساس حتى انت تكتشف وتتاكد من موهبتك نفسها حتى انك تكمل في المرحله الجامعيه؟ والله الأستاذ الكمبيوتر هو اللي كان يدعمني في الحاسوب، حتى هو اللي كتب لي الريكومنديشن ليتر حق الجامعة عشان أدخل التخصص. نعم. وكان شو اسمه يدعمني في الأشياء اللي تخصها، إذا كان يعني يعطيني تفصيل أشياء زيادة يزيد عليه في بعض الأشياء. أنت لقيت الدعم من أستاذك في هذا الجانب، من هو أستاذ الحاسوب؟ أستاذ بركات. بعدها جاء الأستاذ علي أسرب، يعني اثنين بركات. أيوة. والأستاذ علي أسرب احنا نوجه لهم أيضا رسالة شكر، نقول بيض الله وجهكم. بلا شك هذا عطاء مطلوب الحقيقة من المدرسين من الأسرة، والكل يستاهل الشكر ويستحق الشكر إلى جانب هذا الإنجاز. طيب خلني أرجع لطموحك خالد، شو الهدف من هذا التخصص؟ والله هذا التخصص مطلوب في العالم كله، مطلوب يعني بالذات يعني في قطر الحين عشان لما يبون يعني يختارون خلوا مثلا مدن ذكيه وهالاشياء، فيحتاجون لامور تقوم بالمهام في اقل وقت واقل تكلفه. نعم. فهذا التخصص ساعدني ان شلون استعمل الكمبيوتر اللي هو الحاسوب يسوي المهام وخليه يسوي المهام اللي انا ابغيها في اقل وقت واقل تكلفه. وفي خدمه بلدك. في خدمه بلدي اكيد وتطوير هذا البلد. بيض الله وجهك. الله يوفقك ان شاء الله يا اخوي خالد، وبيض الله وجهك، خاصه انك ممكن حتى اخترت تخصص انه تفيد فيه بلادك، خاصه ان الحين احنا في عصر التكنولوجيا، كل شيء يتطور على طول، واحنا محتاجين مثل هذه التخصصات. نقول لك مره ثانيه يا اخوي خالد الشيب الف مبروك وتستاهل. ومن هالأعلى إن شاء الله ونشوفك إن شاء الله بأعلى المناصب بإذن الله، وترفع اسم قطر وعلم قطر في جميع المناسبات يا أخوي خالد. بيض الله وجهك خالد، نقول لك ألف مبروك مرة ثانية، وكذلك نبارك لجميع أبنائنا وبناتنا. طبعا أنا وسعود أخواننا وأخواتنا، ولكن في نفس الوقت هم أبناء لهذا الوطن المعطاء، نقول لهم ألف مبروك على هذا النجاح وتستاهلون، والفال إن شاء الله للمقبلين بإذن الله العام المقبل. مشاهدينا الكرام، في شأن متصل، نظمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو معرضا مهنيا بفندق الفور سيزن، وذلك للتواصل مع الطلبة والخريجين لتعريفهم بفرص ومتطلبات العمل والتدريب في الشركة. نعم أخوي سالم، وقد شهد المعرض إقبالا ملحوظا من خريجي الجامعات والمدارس والكوادر الوطنية المؤهلة. نتابع تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في إطار استراتيجية دولة قطر للتقطير
وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي المعرض المهني الذي نظمته شركة قافكو لخريجي الجامعات والثانويات. هنا يستقبل موظفو الشركة الشباب القطري ويردون على استفساراتهم الخاصة حول طبيعة العمل في قافكو ونوعية الوظائف وبرامج التدريب والتطوير. المعرض فرصة للقطريين خريجي الثانوية العامة أو الجامعات أو حتى إذا عندهم خبرات أنهم يجون يشوفون الفرص الموجودة، يتفاعلون مع الخبراء الموجودين هنا من الشركة ويسألون الأسئلة اللي يبونها ويشوفون الردود والأماكن اللي راح تناسبهم إن شاء الله. إحنا نبدأ بفريق الموارد البشرية، يقدرون يسمعون تساؤلاتكم، يردون على استفساراتكم، بعدين يتم تسجيل الموظف وأخذه إلى المقابلة في المجال اللي يناسب تخصصه وخبرته. وشهد المعرض إقبالا ملحوظا من الشباب الطامح لولوج سوق العمل من بوابة شركة قافكو. أنا أحب أشكر القائمين على شركة قافكو على مساعدتهم للشباب القطري وفتح باب التوظيف، ولما جاتني رسالتهم أنا جيتهم وعينت والله الاستقبال الجميل وصدور الرحبة، وما قصروا بيض الله يجيهم على حسن الاستقبال واستلام الطلبات بكل لباقة وكل احترام. أثناء المعرض قامت إدارة الموارد البشرية بإجراء مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين للشركة، وبناء على هذه المقابلات تم توقيع عدد من عقود العمل مع مجموعة من الشباب القطري لشغل وظائف في المجالين الفني والإداري. شكرا الحقيقة لشركة قافكو على هذا المعرض المهني. الحقيقة هذا يعني عمل جبار لاستقطاب أبنائنا أو أخواننا وأخواتنا في هذا الجانب وتوفير أيضا فرص العمل لخدمة هذا البلد المعطاء، ونتمنى الحقيقة من جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في الدولة أن تحذو هذا الحذو. نعم يا أخوي سالم، عسى الله يوفقكم إن شاء الله هذا المعرض ويوفق الطلاب صراحة سواء الثانوية أو الجامعيين أو الكوادر الوطنية في هذه الوظائف. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل وبعدها نتابع معاكم باقي فقرات برنامج ترحيب. نجدد الترحيب والتحية بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونستمر معكم في برنامجكم برنامج ترحيب. شاركت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في الاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الذي عقد مؤخرا في مدينة نيويورك الأمريكية. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن تلك المشاركة وأهميتها معنا اليوم في الاستوديو السيد محمد أحمد السعدي مدير مكتب العلاقات الدولية في المؤسسة. حياك الله، شرفتنا في استوديو ترحيب. شرف لنا، يا مرحبا فيك. حياك الله يا أبو أحمد، وحنا سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة، ونقول الله يعطيكم العافية على كل ما يقدم في خدمة المجتمع المدني. ولكن خلني أنا وأنت وسعود نوضح للمشاهد ما معنى كلمة منظمات المجتمع المدني. حقيقة في تعريفات كثيرة، ولكن يمكن أسهل تعريف للمجتمع المدني أنه هو لسان حال المجتمع اللي يمثل جميع الفئات سواء كانت مرأة أو طفل أو معاق أو كبر سن. يهدف المجتمع المدني أن يتكلم باسم هذه الفئات، يعني يهتم بالجانب نقدر نقول الضعيف في المجتمع، الضعيف في المجتمع أو نعم فئات مستهدفة. واجب المجتمع المدني أو هدف أن يتكلم باسم هذه الفئات، ينقل آرائها أفكارها بكل شفافية. أيضا تبادل الأفكار والآراء ويحاول التغيير للأفضل، وله مسمى عالمي يسمونه ضمير المجتمع. ضمير المجتمع، مجتمع جميل. هذا المسمى فيه أيضا يضم مجموعة واسعة طبعا من المنظمات والجمعيات غير الربحية.
وعلى اختلاف أهدافها لكنها تتفق كلها في شيء أنها كلها مستقلة غير حكومية. مستقلة غير حكومية. غير حكومية. جميل. كلها طبعا يا أبو أحمد مستقلة وغير حكومية. وهذا يخلينا ننتقل إلى الاجتماع نفسه. تحدثنا أكثر عن هذا الاجتماع، إيش اللي صار في الاجتماع وأهمية هذا الاجتماع. المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة يعقد اجتماعات بشكل دوري، ويدعو المجتمع الدولي للمشاركة في هذه الاجتماعات للتباحث في الآراء وتبادل الأفكار ووضع المشورات المعينة. من خلال هالاستراتيجية دعونا إلى هذا الاجتماع كمؤسسة قطر العمل الاجتماعي، بما أن احنا لدينا الصفة الاستشارية في هذا المجلس. فميزة هذا المؤتمر أنه غير بروتوكولي، يعني مؤتمر جاد تم التحضير له من 3 شهور، وتم طرح أفكار وأجندة للاجتماع والنقاش فيه، وطلبوا من عندنا أن احنا نشارك فيه بإبداء الرأي والأفكار والتشاور ووضع الاقتراحات. وهذا اللي تم أيضا، يعني ذهب وفد المؤسسة المشاركة في نيويورك ووضعنا بعض الاقتراحات والنقاشات أثناء المجتمع. نعم، أهم وأبرز هذه الاقتراحات أو النقاط اللي ركزتوا عليها من خلال هذا الاجتماع، بالأخص أنك ذكرت أن هذا الاجتماع له أهمية خاصة. نعم، بعد حصولنا على الصفة الاستشارية ومشاركتنا بدينا نفكر شلون ننهض بالعمل الاجتماعي. نعم. بشكل عام، ويكون احنا دورنا فعال واقتراحاتنا ايضا فعاله. فاقترحنا ان يتم تبادل الخبرات في مجال المجتمع المدني، ان يتم طوال العام، يعني ما يقتصر على المؤتمرات والندوات اللي تعقد من خلال يكون تفاعلي اكثر، تفاعلي اكثر ومستمر طوال العام من خلال ورش عمل. ورش عمل مستمره. نعم. طوال العام. أيضا لاحظنا أن هناك منظمات مجتمع مدني معروفة وقوية، ولكن لا تتلقى الدعم من الدول اللي فيها، فلا يعني قلة الدعم ما يمكنها من هي تشارك في جميع المؤتمرات في نيويورك، في جنيف، في فيينا. هالمدن تكون مكلفة لها، فبالتالي تحرم من المشاركة. فإحنا اقترحنا أن يتم هناك اجتماعات أيضا ودورات موازية للاجتماعات اللي احنا نقوم فيها في نيويورك، لأيضا للتعريف بالأمم المتحدة، للتعريف بهذه المنظمات، للنهوض فيها ودعمها أيضا. جميل. نعم، جميل جدا أبو أحمد. خاصة مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه الجلسات ممكن أنه في نفس الوقت المؤسسة تفيد وتستفيد، خاصة من التجارب اللي تكون موجودة بين الدول. خلنا نتكلم بشكل عام في الاجتماع نفسه، أوضحت ورقة المؤسسة، المؤسسة القطرية للعمل، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اللي هي كانت اللي هي عن في استخدام مبادئ وأحكام حقوق الإنسان. صحيح. هذه نبقيك تكلمنا أكثر عنها، وخاصة أن تعرف المشاهدين أكثر عن هذه الورقة. هو إحنا قدمنا الورقة هذه كإنجازات يعني المجتمع المدني في إحكام حقوق الإنسان وإنجازات المؤسسة بشكل خاص. نعم. لكن خلنا أقول لك أن أهم إنجاز للمؤسسة في إحكام حقوق الإنسان وعدم التفرقة بين الإنسان، أنه منذ بدأ الحصار الجار على دولة قطر إلى اليوم قدمنا خدمات لأكثر من 1000 شخص من دول الحصار دون التمييز لجنسيتهم أو إلى ما ينتمون. قدمنا لهم خدمات في لكبار السن، للمعاق، للطفل، للمرأة. قدمنا استشارات نفسية تأهيلية، والاستشارات هذه والخدمات هذه مستمرة من الحصار إلى اليوم وراح تستمر. يعني فأعتقد أن هاي يعني أكبر دليل لإحكام حقوق الإنسان تقوم فيه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وعرضنا هذه التجربة وتجارب أخرى أيضا، أن يعني ما نفرق بين جنس وجنس، ما نفرق بين رجل ومرأة، طفل وطفل معاق، نخدم جميع الفئات بشكل كامل. طيب، يعني من خلال حديثك أبو أحمد اقتبست أن نفس يعني ما يقدم في حقوق الإنسان يقدم في منظمات المجتمع المدني. شو الفرق؟ والله هو فرق. شوف، دائما في أي مجتمع، يعني خصوصا في المجتمعات الراقية، يقول لك إن المجتمع له 3 أضلاع: حكومة، مجتمع مدني، حقوق إنسان. نعم. حلو. فكل يعمل في جانب. يمكن حقوق الإنسان المظلومية بشكل عام، يعني تستقبل الشكاوي مثلاً، تتقبل الشكاوي وكذا. إحنا لا، نبرز أكثر إلى الجهات المستضعفة، يعني تمكين المعاق، تمكين كبار السن، دعم الشباب ومبادراتهم،
كل الجوانب الإنسانية، كل الجوانب، يعني أي فئة مستقبلية، حتى المرأة المعنفة أيضا. نعم صحيح، تدعمها. أنا ذكرت أن حقوق الإنسان تستقبل الشكاوي، وأنت أيدت ما ذكرت. هل هذا معناها أن منظمة المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع المدني عفوا لا تستقبل الشكاوي إذا كان هناك مستضعفين أو من يحتاج للمساعدة؟ لا أكيد تستقبل، ولكن كل يقوم بدوره. يعني حقوق الإنسان دورها مثلا في الحصار الآن، إحنا كمجتمع مدني مثلا حصرنا الحالات، قدمنا خدمات لكل الناس، ولكن حقوق الإنسان تعمل في جانب آخر، رفع القضايا عن طريق المنظمات الدولية، تدوير القضية بشكل عام، فكل يعمل في جانب مختلف، لكن في النهاية العلاقة تكاملية. أكيد يعني. العلاقة نعم. تكاملية نعم. نعم يا أخوي أبو أحمد، ممكن طبعا من خلال كلامك سواء الخدمات اللي تقدمونها في تطوير العمل الاجتماعي خاصة من بداية الحصار إلى يومنا هذا، وإن شاء الله يعني حتى راح تستمرون. نعم. بإذن الله. أولا أنا أقول الله يكتب أجركم إن شاء الله وبيض الله وجيهكم. ولكن أبو أحمد، من خلال الاجتماعات الدولية والعالمية، من خلال احتكاككم بمنظمات عالمية أخرى، إلى أي حد تشوف تطور اللي هو العمل الاجتماعي القطري، وخاصة اللي يكون على نفس مستوى المؤسسات العالمية؟ نعم، عندنا أيضا في قطر العمل الاجتماعي أيضا تجربة أخرى تبين تطور العمل الاجتماعي في دولة قطر. تحديدا في أبريل 2016 نظمت المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخ أبو زايد ناصر إلى أكبر مؤتمر إقليمي في المجتمع المدني، يتكلم عن دور المجتمع المدني العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وهذا أول مؤتمر يقام بعد إقرار هذه الأهداف. شارك في المؤتمر ما يقارب 200 شخص من جهات عالمية مهتمين بالمجتمع المدني، مهتمين بأهداف التنمية المستدامة. الاجتماع قمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة السكاني، مع جامعة الدول العربية، مع مجلس التعاون الخليجي. أيضا خرجنا بورقة عمل ترجمت باللغة العربية والإنجليزية وطرحت في الإنترنت ومتاحة للجميع. هذا يعني أكبر دليل وتجربة أن قطاع العمل الاجتماعي في دولة قطر قطاع مهم جدا، يعني إثبات للعالم أن قطر رائدة سواء في المجال الحكومي وفي مجال أيضا المجتمع المدني. صحيح. نعم. صحيح الحقيقة أيضا أن يعني منظمات المجتمع الدولي مهمة جدا في مساعدة هذه الفئة المستهدفة مثل ما ذكر أبو أحمد. أنا أيضا أنتوا حصلتوا على الصفة الاستشارية. نعم. بالمجلس الاقتصادي. نعم. والاجتماعي بالأمم المتحدة، ولكن صحيح. هل هذه الصفة هي نفسها التي يتعامل بها المجتمع منظمة المجتمع المدني هنا في الدوحة، أو هناك قرارات تصدر من هذه المنظمة ويتم تنفيذها، أم هي جهة استشارية فقط؟ هو مسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تابع للأمم المتحدة. طبعا تنضم له منظمات مجتمع مدني كثيرة. عند حصولك على الصفة الاستشارية أنت تحصل على حق التشاور وأبداء الرأي وأبداء الاقتراحات للمنتسبين لهذا المجلس، فبالتالي لديك الحق في فتح مكاتب في الخارج سواء في نيويورك، في جنيف أو في فيينا. لديك الحق أيضا في طرح قضاياك وأفكارك، في تقديم اقتراحاتك أيضا. هذا في الخارج. هذا في الخارج. في الداخل. وفي الداخل أيضا، يعني حتى ممكن إحنا يعني إقامة ندوات مؤتمرات بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، يعطيك ثقل عالمي صراحة. يعني حتى حصولك على الصفة الاستشارية يمكنك من حضور مجالس مهمة جدا على مستوى الدولي، مثلا مجلس حقوق الإنسان نقدر نحضر إحنا كمجلس قطر اجتماعي كعضو مراقب. ممتاز. في أي اجتماع يخص حقوق الطفل، المرأة، المعاق، أي كبار السن، أي فئة من هذه الفئات نحس إن إحنا محتاجة لدعم دولي، محتاجة لقضية كذا، تدوير قضيتنا، هذه إحنا نقوم فيها أيضا من خلال نعم. الاقتصاد. لا أنا أتكلم أيضا على نقطة، يسمح لي أخوي سعود، أن هنا في الداخل لو كان هناك أي تعامل لأحد الفئات في أحد المؤسسات أو الهيئات أو الوزارات، هل لكم دور في هذا الجانب استشاري، أم قد يكون هناك أيضا قرارات يتم تنفيذها من قبل المؤسسة والهيئة اللي تتعامل معها منظمة المجلس
أو المجتمع والله المدني؟ أقدر أعطيك مثال على هذا. إحنا مثلا في اتفاقية عالمية تقول أنك أنت لازم تشغل 2% من المعاقين عندك في أي جهة، ما يقل عن 2%. فإحنا كمجتمع مدني ودعم لهذه الفئة نعطي استشارات دائما لابد، وهناك قانون يحمي يعني القطاع الخاص وقطاع الحكومي بتوظيف هذه الفئة. أيضا نساعدهم في بعض، مثلا عندنا مبادرة بست بادز تابعة لمظلة المؤسسة تدمج المصابين بالتوحد وغيرها في المجتمع. ممتاز، وما شاء الله يعني فعلا المؤسسة حققت نجاحات في هالموضوع، دعمت كثير من هذه الفئات وساعدت في توظيفهم وقدمت اقتراحات، وللأمانة أخذت في الكثير منها، وما زلنا إن شاء الله يعني إحنا نقول إحنا ما زلنا في البداية، ولكن إن شاء الله مستمرين. الله يقويك، الله يقويكم إن شاء الله يا أخوي أبو أحمد. طبعا مثل ما ذكرت أنت من شوي في كلامك أنه ممكن هناك أو بديت بفتح مكاتب خارجية دولية، ولكن إذا جينا نتكلم عن مكتب الدولي اللي ممكن اللي يتبع لكم جينا نتعرف عليه، مكتب العلاقات الدولية اللي هو مكتب العلاقات الدولية، جينا نتكلم عنه. يعني هذا مكتب العلاقات الدولية شلون ممكن انه يسهل لكم الامور الدولية، شلون ممكن يسهل لكم عن طريق التواصل، وبعد شل الاشياء اللي ممكن تظهرون منها خاصة من خلال الكونتاكت، من خلال التواصل، ومن خلال حتى خلينا نقول بعض التفاصيل تبدلون بعض المعلومات خاصة التطوير من جهة إلى أخرى، تطوير بعض الأقسام، تطوير يعني المجال كامل، خلينا نقول مجال المكتب اللي هو الدولي. المكتب العلاقات الدولي هو مكتب تنفيذي، ولكن هو يتابع المواثيق والاتفاقيات الدولية. طبعا مؤسسة القطاع العمل الاجتماعي تحتها مراكز كثيرة، كبار السن، دريمة، استشارات العالية، نتابع احنا مع هذه المراكز جنبنا لجنب انهم ماشيين في الخط الصحيح العالمي في خدمة الفئات المستهدفة. جميل. نقدم لهم المشورة، نشارك معهم في اعداد التقارير، التسجيل في دورات او مؤتمرات او ورش عمل مهمة، ايضا نقيم ورش عمل هنا مشاركة فيها، دعوة بعض المدربين من الخارج. هذا الدور المكتب العلاقات الدولية يدعم المراكز التابعة للمؤسسة في أنها تكون يعني مثل ما تقول ماشي على نظام عالمي صحيح بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية نوقعها. إنه متابعة وتنسيق. لكن أنت قلت لي إن مكتب تنفيذي. نعم. ننفذ أيضا. ينفذ. يعني وأتوقع أن هذا الجانب هو اللي يكون أكثر يعني. يعني هو من ضمن عمله طبعا، هو ما عنده اختصاص واحد، هو متعدد الاختصاصات المكتب. يعني مش مكتب تنفيذي فقط. لا مش مكتب متعدد. تنفيذي ومتعدد. نعم. إحنا الحقيقة نقول عمل جبار. الله يسلم. دعم متواصل لفئات في المجتمع ومحاولة أيضا دمجها مع المجتمع من خلال منظمات المجتمع الدولية. أنا يمكن بعض الأسئلة عشان نوضح دور منظمات المجتمع المدني وبالأخص هنا في قطر، يمكن في عمرها تقريبا 6 أو 7 سنوات. 2013 تم إنشاء المؤسسة. من 2013 نتكلم عن 5 تقريبا إلى 6 سنوات. نقول فالهم التوفيق ويضل وجيكم. الله يرحمه ويجزيكم على كل ما قدمتوه من عمل حقيقة لهذه الفئة المستهدفة. الله يوفقكم إن شاء الله يا أخي أبو أحمد. ممكن إحنا اللي شفناه صراحة في الفترة الأخيرة مشاركتكم سواء في الفعاليات أو في الحملات اللي موجودة في الدولة اللي صراحة عززت الشراكة بينكم وبين المؤسسات اللي موجودة. صحيح. في الدولة طبعا كل الشكر للسيد محمد أحمد السعدي مدير مكتب العلاقات الدولية في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. يعطيك العافية. شكرا يا أبو أحمد، ما قصرت. مشاهدينا الكرام نتوقف معكم مع هذا الفاصل، ومن ثم نتابع ما تبقى معنا في هذه الحلقة. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إشادة كبيرة نالها فيلم امرأة في زمن الحصار الذي يعتبر أول فيلم روائي قطري طويل يعرض في دور السينما ويجسد الدور المهم الذي قامت به الحركة الفنية في قطر لمواجهة الحصار الجائر المفروض على الدولة. نعم، وللحديث أكثر عن هذا العمل الفني المميز يسرنا أن يكون معنا أحد
أبطال فيلم امرأة في زمن الحصار الفنان عبد الله مبارك. حياك الله يا ابن مبارك. الله يحييك. سعداء بتواجدك ونقول بيض الله وجهكم على هذا العمل المميز. ما قصرت. حم الله والديك، مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة. لا شكرا على واجب. يسلمك. الله يسلمك وحياك الله يا أخوي عبد الله. عبد الله في البداية نبي نتكلم عن شعوركم، شعوركم أنتوا كطاقم اللي عمل في هذا الفيلم، عن هذه الإشادة الكبيرة اللي لقاها هذا الفيلم امرأة في زمن الحصار، شلون شفتوا ردود فعل المجتمع عن هذا الفيلم؟ هذه كانت توقعاتكم خاصة من خلال التفاعل اللي شفناه سواء في الشارع أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني الجهد والتعب اللي احنا بذلناه ما راح يعني على الفاضي. ردة الفعل الحمد لله رب العالمين، الكل مستانس، جينا تعليقات ويكلمونا ناس حتى في الشارع، فهذا الشيء يعني أسعدنا وأثبتنا نفسنا. بالعكس يعني جهد في 12 يوم، في اليوم نصور تقريبا 15 ساعة، يعني الحمد لله رب العالمين إن احنا طلعنا بهذه النتيجة الحمد لله. نعم، نقول الله يقويكم على كل ما يقدم حقيقة من أعمال فنية، وبالأخص أن هذا الموضوع أيضا إلى هذا الجانب، فهذا يتكلم عن بلد، لا يتكلم عن فئة معينة أو جهة معينة. دورك في هذا الفيلم أبو مبارك؟ دوري كنت ماخذ شخصية الولد اللي اسمه خالد، هذا الولد اللي يعيش في أسرة تتكون من أب قطري وأم إماراتية. فدخل علينا رمضان والأم راحت عندها أهل الإمارات، هني تبدا الاحداث كلها مع شخصيه خالد اللي تغير بعد وفاه والده، يعني يضحي بنفسه، تحمل مسؤوليه اكبر من عمره وهو في الثانويه، يعني فتحمل المسؤوليه وجازف مع اخته. نعم، فهذا الدور بشكل بسيط جدا. هذا بالنسبه لدور خالد، ولكن نعم. نتكلم عن بعد اهم القضايا اللي ناقشها الفيلم نفسه غير دور خالد. احنا والله قضيتنا مركزين عليها القضيه الاجتماعيه، يمكن احنا اختلفنا عن زملائنا الباقين. نعم، احنا هني نتكلم بس عن الحاله الاجتماعيه اللي متواجده في اغلب البيوت القطريه. يعني كل بيت قطري يعني يتحصل اللي من الكويت، اللي من البحرين، اللي يعني احنا خليجنا واحد، احنا هذا اللي تعودنا عليه. نعم، فهذا اللي يعني احنا نتكلم على قضيه اجتماعيه بحته، يعني ما تطرقنا حق اي جانب الا الاجتماعيه الحاله. انت تطرقت لجانب مهم جدا، جانب التفكك الأسري الحقيقة من خلال هذا الحصار الجائر على بلدنا قطر، وأتوقع أن هذا هو عامل كبير في هذا الحصار، ومهم جدا التركيز إلى على هذا الجانب. وأنا الحقيقة يمكن شدني أيضا دور خالد وكذلك الأسرة المتكونة من الأب والأم لها ارتباطات في دول الحصار، ومن هنا تم قطع أواصر هذه الأسرة. متى بدأت الفكرة ومن وين جاءت الفكرة إذا عندك معلومات عنها بمبارك؟ والله ما عندي معلومات للأمانة، أنا اللي كلموني عن طريق الأستاذ الكبير فالح فايز. نعم، طبعا هذا الأب الروحي أنا أسميه دائما، احنا نوجه له تحية، فنان الكبير فالح فايز الحقيقة من الأسماء اللي نفتخر بتواجدها دائما وأبدا، نقول بيض الله وجهه وكذلك الجميع على هذا العمل الجميع. والآن يمكن نتابع بعض اللقطات من فيلم امرأة في زمن الحصار، وقد يكون هو أول فيلم روائي أيضا بعمل قطري وكذلك من كوادر أيضا قطرية. طيب خالد، خلني أرجع لدورك، لدورك أنت، أنت عشت الدور، يعني عشت بمشاعرك بأحاسيسك. شوف أنا بشكل عام أي عمل يتقدم لي لازم أركز على القصة عامة، بعدين أركز على شخصيتي. الشخصية شنو تقول، شنو يتطلب مني، هذه اسمها أدوات ممثل. يعني هذا المشهد شلون يعني حزن ولا فرح ولا أي عاد كل ممثل وشطارته. نعم، لكن هل عشت واقع هذا يعني، صحيح. يعني الواقع الأليم لهذه الأسرة؟ في بيتنا إحنا نعاني من هذه المشكلة. أحلى. الحمد لله رب العالمين. الله يعين إن شاء الله. أمين يا رب. اللهم أنا كنت بقول لك خالد. عبد الله، خلال التصوير واجهت صعوبات في التصوير خاصة سواء مع الفكرة، فكرة الفيلم نفسه خاصة فكرة الأولى من نوعها؟ واجهنا يعني احنا صورنا شهر 4، في النهار حر وشمس، في الليل برد، خصوصا مشاهد البحر. نعم، وكان في الليل يجي علينا هواء، فأنت تدش البحر وتبلل وتطلع
الكل عانى. مرضت على طول. ممثلين وغير ممثلين، والله مرضت. ما تشوفون شر. ما تشوف شر. تواجهون إن شاء الله. يا خالد ما أروح نقول لك. خلاص اللي رايح. خلاص ركبت. أبي أرجع يعني لا زال الحصار الجائر على دولة قطر مستمر. وهذا فيلم، هل انتهى الفيلم ولا هناك بقية لهذا الفيلم؟ بالواقع ولا؟ لا أتكلم عن الفيلم اللي راح اللي جسد زمن الحصار، ما أتوقع أنه صار ختام لهذه الأسرة القطرية من خلال هذا الفيلم. لا ما في ختام. صح ما في ختام. ما في ختام. إذن الباب مفتوح إلى فيلم آخر. الله يسمع منك. أكيد. وأنا مستعد إن شاء الله يا رب. جاهز. جاهز. طيب هل تشوف أنه عالج قضايا هذا الفيلم؟ يعني يمكن أنا واحد من الناس اللي ما شافوا فيلم في زمن الحصار، وخصوصا بعد الشوشرة الإعلامية اللي أتت على هذا الفيلم، وهذا يدل على نجاح. نعم. هذا الفيلم دائما مثل هذه الأمور أو بعض المواضيع الناجحة والأفلام الناجحة الهادفة تستهدف الحقيقة من فئة كبيرة، فلذلك نقول أن هذا الفيلم ناجح بكل المقاييس بعد هذه الشوشرة الإعلامية اللي طلعت أيضا على هذا الفيلم. فخلني أرجع على هل أنت يعني بحكم أنك فنان، والفنان دائما يكون قريب من مشاعر هذه المواقف للدور حوله، هل لاحظت أن عالج أو وصل الفكرة بشكل كبير للمتابع خالد؟ شوف ركزت على خالد. الفكرة وصلت حق كل شخص شاف الفيلم، بس أن عالج أتوقع أن ما عالج، طول ما إحنا عايشين في زمن. وجه رسالة للمعالجة. طيب وجه رسالة، لكن رسائل الله كريم. الله كريم. والله الله كريم. رسائل كثيرة يمكن موجودة في هذا الفيلم. خالد عبد الله. أنا رحت، أنا عشت جو الفيلم خلاص. كلنا والله. عبد الله أنت من شوي بعد قايل له خالد. أنا غير. عبد الله ممكن أنت الحين كلمتنا عن الرسائل اللي موجودة في الفيلم، كلمتنا عن دورك اللي احنا ممكن حتى حسينا فيه وقمنا النادي خالد على طول. اي والله عشنا والله الجو. عن التفاعل اللي شفتوه، ولكن احنا نبغي تفاعل الشعب القطري مع الفيلم، سواء من اللي كلمكم، من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني خاصه مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تنجح الفيلم، او الشعب نفسه هو اللي ينجح الفيلم، سواء من الحضور وهو اللي يقيم في الاول والاخير، صح ولا لا؟ لكن احنا نبغي ردة فعلهم، نبغي شلون شفتوا تفاعل الناس سواء في السوشيال ميديا، سواء في المجالس، سواء في البيوت، عقب ما شافوا الفيلم نفسه. شوف الشوشرة اللي صارت مؤخرا بالسوشيال ميديا خدمتنا. ما كانت سوت لكم دعاية. اي طبعا. نعم. دعاية، والحمد لله كل شخص راح. شوف آراء الناس تختلف. اكيد. يعني مستحيل يجونك 10 اشخاص يقول لك ان الفيلم واو وممتاز، مستحيل. يعني الناس بالنهاية أذواق. نعم. فاللي عجبهم واللي ما عجبهم، إحنا بالنهاية نتقبل كل رأي، بس يكون بعيد عن التجريح، لأن بالنهاية هذا جهد وعمل، طاقم عمل كبير مو بصغير، اللي وراء الكاميرات كاست جدا كبير. نعم. تعبنا وسهرنا، فحرام يعني. إحنا نقول إن يعني في حد ذاته العنوان في حد ذاته يستدعي أن يكون هناك ضجة إعلامية مثل ما ذكرت، ومحاربة لهذا الفيلم من فئات يعني أكيد أنها خارج هذا البلد، محاولة للتشويش، محاولة مثل ما شفنا في الكثير من المواضيع. ولكن أنا الحقيقة واحد من الناس اللي شادني هذا الفيلم بحضر أنا بنفسي، وخصوصا يمكن أنا وسعود والله تأثرنا من القصة اللي ذكرها. نعم. عبد الله ذكر أسرة قطرية من أب وأم وأبناء وبنات، وفي النهاية كل هذه الأسرة تفككت من هذا الحصار الجائر على دولة قطر، فهذا بحد ذاته عمل أو رسالة توجه أيضا إلى دول الحصار. احنا نقول دائما الأسر والمجتمعات ما لها علاقة في الأمور السياسية الحقيقة، أنك تزج بالعوائل والأسر وتفرقهم في مثل هذا الأمر أمر غير لائق، وسواء كان في الدين الإسلامي، في أخلاقنا، في مجتمعاتنا العربية. ولكن نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، ورب ضارة نافعة. أبي أرجع لتاريخ عبد الله، المسلسلات اللي قدمتها وشاركت فيها، الأعمال سواء كانت مسرحية سواء كانت أفلام، نتكلم عن هذا أيضا
الجانب، لأن اختيار أبو مبارك في مثل هذا الفيلم وتحت هذا المسمى بلا شك فيلم له وزنة. صحيح. فأكيد الاختيار ما وقع على أبو مبارك من فراغ. نعم. يعني أنا بديت من سنة 2008، يعني كنت صغير. ممتاز. بديت وتدرجت، يعني شاركت مسرحيات سواء كانت يعني في الدوحة ولا حتى على مستوى الخليج مهرجانات، والحمد لله رب العالمين عندي جوائز محلية، الحمد لله عندي جوائز حتى على مستوى الخليج. بس يمكن يعني يمكن تستغربون، أنا ما أحب المسلسلات. لا تسألني ليش، يعني الكل يقول لي ليش ما تبي تطلع فيلم مسلسلات؟ انعرض علي، لكن أقول يا أطلع بصورة جميلة يعني نص أو دور مميز، يا أني ما أطلع. يعني يمكن أنا ما أطلع على الفاضي والمليان. بس الواحد يبتدي خطوة بخطوة. صحيح. بعدين أنا ما أقول أنك ما تحبها، يعني ليس هناك توجه إلا لشيء معين. صحيح. أو دور معين، بعض أو نص، بعض الأدوار تستهويك. نعم. وبعض الأدوار لا. يعني طيب مسرحيات؟ مسرحيات هي عندي ما شاء الله، يعني آخر مسرحية ديرة العز مع الفنان الكبير عبد العزيز جاسم، الله يقومه بالسلامة إن شاء الله، ما شوف شر، ما شاء الله يسافي يا رب. هي هذه آخر مسرحية؟ لا لا، في قبلها عمل مواطن بالإيجار مع الأستاذ فالح فايز بعد. اي نعم، والله انتم عناوينكم يا جماعه تشد. بعد هذه عبد الله، بعد هذه التجربه، بعد تجربه امراه في زمن الحصار. اي نعم. عبد الله وين يشوف نفسه؟ مع الافلام ولا مع المسرحيات؟ المتعه المسرح، المسرح او بالفنون عشان الجمهور تفاعل، تفاعل، وفوق هذا كله يبين امكانيه الممثل على المسرح. لا تقول لي شاشه وتلفزيون وكات وستوب بعيد ويلا وقول، هنا مباشر. ايوه عليك نور، هنا مباشر. عموما احنا نقول فالك التوفيق عبد الله بن مبارك، سعدنا الحقيقه بهذا اللقاء، نقول فالكم التوفيق باذن الله من خلال ايضا الاعمال القادمه اللي باذن الله راح تقدمونها لخدمه هذا البلد. بيض الله وجهك مبارك. وجهك ابيض. بيض الله وجهك خالد. اللي رايحك. الله يعطيك العافيه يا اخوي خالد، بطل فيلم امراه في زمن الحصار، يعطيكم العافيه والله يقويكم. طبعا اللهم امين. مشاهدينا الكرام، الان ننتقل واياكم الى فاصل، وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. احتفلت أكاديمية سباير مساء أمس بتخريج أكبر دفعة من طلابها الرياضيين في تخصصات مختلفة تشمل كرة القدم وألعاب القوى والجمباز وتنس الطاولة والمبارزة وتحكيم كرة القدم. نعم، وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبد العزيز إبراهيم الجديع مدير خدمات شؤون الطلاب في أكاديمية سباير، وكذلك السيد خالد الملا خريج أكاديمية سباير. حياكم الله، سعداء بتواجدكم. أقول لك ألف مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. الله يحييكم، شرفتونا ونورتوا، مبروك يا خالد. الله يبارك. نبتدي مع اخوي عبد العزيز. اولا مبروك تخرج اكبر دفعه في اكاديميه سباير، نبغيك تحدثنا اكثر عن تفاصيل هذا التخرج بما انها اكبر دفعه. في البدايه اشكركم على هذه المقابله، شكرا على واجبك، وانقل لكم تحيات زملائي في اكاديميه سباير. احنا فعلا بالامس كلنا في حفل تخرج الدفعه 11 بالنسبه لطلابنا الرياضيين. تعتبر هذه اكبر دفعه من 11 اكبر دفعه. كانت الدفعه السابقه اللي هي تقريبا السادسه كانت 41 طالب، لكن الدفعه 11 كسروا الرقم 42 طالب ما شاء الله. فلله الحمد الان العدد الاجمالي بالنسبه لخريجين سباير 362 خريج ما شاء الله. نعم، في جميع الرياضات اللي عدها اخوي سعود، و ومتوزعين على رياضات بالاضافه لل ودبلوم ولا بكالوريوس؟ والله لا، هي شهاده ثانويه عامه. شهاده ثانويه عامه. نعم، شهاده ثانويه عامه. كان فيها طبعا جميع الالعاب الرياضيه مثل ما ذكرت سابقا. نعم. كره القدم والمبارزه والجمباز، لكن الجديد في الدفعه اللي تخرجت امس اللي هم كانوا في حكام من ضمن الحكام الموهوبين. نعم.
كان في ثلاث حكام صراحة من مشروع الاتفاقية بين وبين إدارة التحكيم في اتحاد الكورة. ممتاز. كنا سعداء جدا بهم صراحة. احنا أيضا سعداء بهذا العمل الجبار. الحمد لله رب العالمين. سباير دائما ما تدعم هذا الجانب وبالأخص الجانب الرياضي. خالد ألف مبروك. الله يبارك فيك. عمل جبار وأنجز أيضا في مؤسسة أو في أكاديمية عملاقة مثل أكاديمية السبير. مشاعرك بهذا النجاح وبعد أيضا مضي هذه الأيام والشهور والسنوات؟ طبعا الحمد لله يعني أشعر بالفخر. ثاني شيء يعني مشوار تعب عقب تعب 12 سنة الحمد لله أنهينا. الحمد لله رب العالمين. طبعا فخر يعني أتخرج من نفس الأكاديمية الرياضية. شيء جميل. كده عمل جبار. كلمنا عن التجربة أخوي خالد. أنا خاصة ممكن تجربة أكاديمية سباير مختلفة. صحيح. مختلفة من ناحية أنها تختلف غير عن باقي المدارس. صحيح. خلنا نقول بما أنها أكاديمية رياضية. نعم. وإذا ما خاب ظني أن طول أسبوع في الأكاديمية هنا في سحر. صحيح. تكلمنا عن تجربة خاصة أنك موجود في الأكاديمية. بعد بك تكلمنا عن التخصص اللي أنت فيه. كنت بعد أنت لاعب مبارزة. أي نعم. فكلمنا عن هذه التجربة اللي خطها. طبعا يعني كانت تجربة صعبة. في أشياء صعبة. في أيام حلوة عشناها. يعني طبعا شفنا المشوار. 6 سنين تعب. عندك يعني أول شيء تكون مو متعود على النظام. نعم. عندك تمرين صبح مع الدراسة. عقب تمرين عصر. هذا تخريجك. ما عندك وقت تقعد مع أهلك. إلا ترد البيت متأخر. لكنها أثمرت بهذا المشهد اللي نشوفه على الشاشة الآن خالد. هذا المشهد الجميل. مثل ما ذكرت بعد 12 سنة توج أو توجت هذه الأيام والسنوات بهذا التخريج. ونحن اليوم مبارك لك بهذا الإنجاز اللي أنا أشعر باعتزازك وفخرك بهذه الدراسة وإنجازها أيضا من خلال هذا التخرج الكبير في دفعة أكاديمية سباير. أيضا هذه الأكاديمية الحقيقة التي ولدت عملاقة. نعم. منذ البداية. يمكن تطرقت معك عن الدبلوم والبكالوريوس. صحيح. هناك دراسات قد تكون في سباير لهذا الجانب أو خطط مستقبلية؟ والله في خطط صراحة. الخطط نحن دائما يعني نحاول نطورها. الآن الحمد لله لله الحمد اتفقنا مع جامعة قطر على أساس أنه افتحون اللي هو تخصص التربية الرياضية عودوه مرة ثانية ليخدم الطلاب الرياضيين. خاصة احنا عندنا الطلاب الرياضيين صراحة يعانون لما يتخرج من عندنا. احنا الميزة اللي عندنا في الأكاديمية ان الطالب الرياضي يقدر يمثل الدولة فيه المشاركات الخارجية. ممتاز. بالإضافة الى التدريب. نعم. زاد ان احنا بعد ما يرجع من هذا كله نحاول نعوضه بالدروس اللي هي مكملة على أساس يرجع للمستوى اللي هو أو أنه يتساوى مع زملائه في التحصيل العلمي. جامعة قطر أو الجامعات بشكل عام عندنا طلابنا الرياضيين يعانون في فترة الغياب اللي هي يسمحون لهم تقريبا 15% من الغياب. فالكل كان يعاني منها. فالآن الحمد لله لله الحمد مع جامعة قطر في بيننا وبينهم اتفاقية على أساس يفتحون لنا تخصص التربية الرياضية. نعم. على أساس يساعدون طلابنا الرياضيين خاصة لهم توجه باختيار التربية الرياضية أنهم يعطونهم مرونة في الغيابات ومشاركة الطلاب في التمثيل الخارجي. ممتاز. فالحمد لله يعني عدد كبير من الطلاب سجلوا في التخصص هذا. نعم. وفيه من الدفعات الجديدة طبعا اكيد بكالوريوس. نعم. من جامعة قطر الجامعة الوطنية عندنا. ممتاز. لله الحمد وشيء نفتخر فيه الصراحة. اكيد اكيد. نعم. بلا شك ابراهيم ان شاء الله بنستكمل حوارنا وندخل في التفاصيل الخاصة. هذه الاتفاقيات اللي موجودة بين أكاديمية سباير وجامعة قطر. واخي خالد بعد نرجع لك ان شاء الله بنتعرف على التفاصيل اكثر في المرحله اللي قضيتها من عمرك في اكاديميه سباير. لكن الان مشاهدينا الكرام نتوقف معاكم مع تقرير ينقلنا الى اجواء التخرج وبعدها نتابع حوارنا. بحضور سعادة جاسم بن راشد البعينين الأمين العام للجنة الأولمبية احتفلت أكاديمية سباير بتخريج الدفعة 11 في تخصصات مختلفة من الرياضة. نحن اليوم نحتفل بتخريج الدفعة 11 في أكاديمية سباير بعدد أكبر عدد لأكاديمية سباير اللي هو 42 شخص موجودين في مختلف اللعبات. طبعا يغلبها لعبة كرة القدم.
ثم بعدها ألعاب القوة، ثم في مختلف الألعاب في أكاديمية سباير. احنا سعداء طبعا ونبارك حق أبنائنا الطلاب هذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن غذينا المجتمع بمجموعة إن شاء الله تكون لها دور وبصمة في مجتمعنا في قطر. احنا حرصنا كثير أن نغذي أو نمد المجتمع بشخصية قيادية، ولذلك المناهج اللي أعدت في أكاديمية سباير كانت جدا تراعي هذا الجانب اللي هو إعداد قادة للمجتمع، إعداد متطوعين حق مناسبات رياضية تحدث في قطر بشكل متكرر، إعداد فريق متفهم حاجة البلد لإنجاح 2022 بسواعد هذا الشباب اللي عندهم من الخبرات الرياضية اللي تعطيهم أفضلية عن الباقين. تعد هذه الدفعة أكبر دفعة تتخرج من أكاديمية سباير، ويبلغ عدد خريجيها 42 في مجالات كرة القدم والجمباز وألعاب القوى وتنس الطاولة والمبارزة، ليبلغ عدد خريجي الأكاديمية حتى السنة 325 خريجاً. اليوم أنا واحد من خريجين الدفعة رقم 11 من أكاديمية سباير. قضيت في سباير هنا 3 سنين، عشت فيهم أحلى أيام في الرياضة، وسنتين في الدراسة. انضمت لنادي القادة، سوينا نشاطات كثيرة، تعلمنا شلون نكون رياضيين وفي نفس الوقت قادة. أخوان الخريجين اليوم أتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم، كملوا، لحد يوقف، لحد يقول والله خلاص خلصت سبير ما راح أكمل رياضة، كمل. الله يوفقكم إن شاء الله نتقابل في كأس عام 2022. تواصل أكاديمية سباير التزامها بتطوير القطاع الرياضي في الدولة عبر تقديم برنامج تعليمي متكامل للطلاب وتطوير مهاراتهم الرياضية والتعليمية. حقيقة أكاديمية سباير تتبنى الموهوبين من جميع الجنسيات، قطري أو غير قطري، هناك عدل ومساواة لكل الموهوبين سواء قطريين أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة. ومن هنا نوجه رسالة شكر لجميع المسؤولين على أكاديمية سباير، ونقول ألف مبروك لكل الخريجين. مشاهدينا الكرام، معكم ومع ضيوفنا الأعزاء ننتقل إلى هذا الفاصل، ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا في هذه الفقرة. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونعود للحديث مع السيد عبد العزيز إبراهيم الجديع مدير خدمات شؤون الطلاب في أكاديمية سباير، والسيد خالد الملا خريج أكاديمية سباير. نرجع لك يا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم، أنا عندي سؤال. الآن الطلاب تخرجوا، تحطون لهم خطة بعد التخرج؟ يعني خاصة إذا دخلوا الجامعة يكون تواصل معاهم على طول، يكون عندهم تمارين معاكم أنتوا في سباير، جدول مكتمل في هذه ال4 سنين اللي راح يقضيها في الجامعة؟ نعم، الخطة الله يسلمك مش بعد ما يتخرج، الخطة قبل ما يتخرج. صحيح، يعني الحين خالد تخرج، نعم، وعنده قبول من جامعات في بريطانيا، وحقق جميع شروط القبول في الجامعات. ممتاز. بالإضافة أيضا للطلاب اللي الآن حاليا في صف الثاني ثانوي عندهم محققين القبول في الجامعات الخارجية إذا هم مفكرين يكملون دراستهم الخارجية. نعم. بالإضافة إلى شروط القبول في الجامعات الداخلية. بس لو تسمح لي أبو إبراهيم، على أساس نوضح للمشاهدين أكثر، القبول الجامعات اللي مثلا الحين الخالد عنده قبول. نعم. في الجامعة، هذا القبول أو هذه الجامعات أنتم تحددونها ولا خالد نفسه هو اللي يحددها؟ احنا عندنا برامج نتعاون فيها مع الجامعات الخارجيه. طبعا احنا اكثر طلابنا في قطر بشكل عام. نعم. يعني يكملوا دراستهم في بريطانيا او امريكا. نعم. قليل جدا في الدول الثانيه. فعندنا برنامجين اللي هو اليوكس اللي هو البريطاني، والكومن ابليكيشن اللي هو الامريكي. فنقدم احنا لطلابنا على حسب اختيارهم، اذا هو فكر في بريطانيا نقدم له عن طريق الطالب اليوكس. نفسه هو اللي اختار. نعم، نرسل أبليكيشن واحد يروح تقريبا لـ5 جامعات، ننتظر الرد.
ممتاز. طبعا لما نرسل احنا الطلب هذا للجامعات يكون الطالب محقق الايلس طبعا. الجامعات الخارجيه يعني من 5.5 ل 6 ورايح. نعم. عندنا في قطر المدينه التعليميه يطلبون 7. نعم. وفي عندنا طلاب ايضا جايبين 7 في الايلتس يعني. ممتاز. احنا عندنا الطلاب يعانون يعني في مشكله اللي هو شرط القبول اللي هو الايلتس، خاصه الجامعات الغويه عندنا في المدينه التعليميه حاطين 7. ف دائما نحب احنا طلابنا يدخلون في التحدي، فطلابنا يعني عندهم روح التحدي، ففي طلاب عندنا الحمد لله جابوا 7، جابوا 6.5، جابوا الحمد لله يعني هذا عمل جبار حقيقي يحسب لكم. فمتمه للكلام ان احنا نعد الطالب من الصف الاول ثانوي مش من الثالث ثانوي، نخليه يتعرف على سوق العمل، احتياجات سوق العمل. في الثاني ثانوي نخليه يختار التخصص اللي هو يبغيه، زاد ان احنا نعمل تخصص رياضي طبعا. لا والله مش شرط رياضي، لكن بس الاغلبيه احنا عن طريق الاختبارات اللي احنا نقدمها للطلاب، اختبار الميول والرغبات، اختبار اكتشاف الشخصيه، يكتشف قوته وين ممكن يبدع مستقبلا، بالاضافه الى التعرف على احتياج سوق العمل، نحط كل الاختيارات قدام الطالب نفسه وهو يختار نفسه. ممتاز. نساعده على التسجيل في الصف الثاني ثانوي على اساس انه يحقق شروط القبول مثل ما ذكرنا، في الثالث ثانوي يجي اختيار الجامعه. ايضا نشوف له اللي هو سكولرشيب، الحمد لله احنا عندنا في قطر يعني لله الحمد والمنه، عندنا الشركات والمؤسسات الكبيره يعني تقدم بعثات دراسيه للطلاب القطريين بشكل عام. يعتبر سوق قطر سوق مفتوح للتخصصات الحمد لله رب، خاصه العالمين. في الوضع اللي احنا فيه يعني تخصص خالد اللي مختاره اللي هو مبارزه امن المعلومات، اللي هو الرياضة مبارزة، لكن التخصص العلمي اللي هو إن شاء الله راح يخدم عليه مستقبلا في الجامعة اللي هو أمن المعلومات. طيب ما هو الحين أبي عملية الربط، يعني خالد يقول أنا خريج المبارزة. لا هو خريج من أكاديمية سباير. حلو. في أي جانب؟ في الثانوية العامة. في الثانوية العامة. طيب المبارزة عملية الربط بالنسبة هو الآن لما يروح يدرس برا بالامكان انه يكمل رياضته مع الجامعه، يعني احنا لا انا اسال الان هو خريج الثانويه، لكن المبارزه الان وين موقعها؟ لا احنا انت الان خلطت بين هذه تختلف وهذه التخصص، خليته يعني رياضي تعليمي، احنا عندنا حلو احنا اكاديميه رياضيه تعليميه. حلو جميل. اي نعم. فالدراسه يعني عندنا احنا الطالب يدرس المواد اللي يدرسها الطالب. نعم. نفس الطلاب اللي في المدارس الحكوميه. حلو. في الثانويه العامه من شرعي ورياضيات وكيمياء واحياء كلها بالاضافه، لكن الرياضه هي هوايته عندنا، يتدرب ويدرس. يعني نقدر نقول المبارزه هي هوايه خالد في الاكاديميه، رياضته اللي هو يمثل فيها البلد كمنتخب وك ممتاز. اي نعم ممتاز. بالاضافه الى احنا نعلمه ونخليه يحصل على الشهاده الثانويه مثل ما ذكرنا بجميع الخدمات اللي احنا نقدمها. نعم. لهم يعني اتوقع ان ولا قطع كلام سعود إن يعني انتم تكفلون بشكل تام في 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 هذا الجانب دراسه خالد. ويعني اتوقع من الاول لغايه الثانويه هذا موجود في اكاديميه من الاول الاعدادي لثالث ثانوي. نعم موجود. نعم. ولكن صحيح. المناهج هي نفس مناهج المدارس الحكوميه، وزاره التعليم والتعليم العالي نفسه، بالاضافه احنا عندنا مادة الثقافة الرياضية. حلو. يعني فيها اللي هي الفيزيكال اديوكيشن يسمونها. لا هذاك التخصص في الجامعة اللي هو التربية الرياضية، لكن الثقافة الرياضية. نعم. السبورت كلتشر اللي احنا فيها نعلم الطالب فيها المهارات، مثل كيف انه يواجه الكاميرا، كيف انه جميل نعطي مهارات التحدث، قوة الشخصية، قوة الشخصية، زائد في برنامج اللي هو القيادة عندنا، كيف ننمي فيه روح المسؤوليه وروح القياده. ممتاز. بالاضافه الى مادتين اللي هم احنا نعتبرهم لغات مكتسبه اللي هي اللغه الفرنسيه واللغه الاسبانيه. هذه اجباريه تكون؟ هي مش اجباريه لكن لغات مكتسبه للطلاب، بالاضافه الى جميع المواد اللي هي الرسميه اللي على اساس يتخرج الطالب من عندنا في المرحله الثانويه. طيب شو الهدف؟ يعني الحين اذا كلمتك اسبانيا والفرنسية الحين اذا كلمتك فرنسي ترد علي؟ اسبانيا انا وش جميل. انت اخترت اسبانيه صح خالد؟ يعني يختار يا اسبانيه يا فرنسيه. اي نعم من الاول اعداد من اللغات هذه، يا لغه اسبانيه يا لغه فرنسيه. لغه مكتسبه يعني، لان احنا عندنا طلاب كثير يسافرون اسبانيا. نعم. يعني الانجليزي عندنا طبعا احنا اللغه هو في المقام الاول الرسميه كدراسه. نعم. لكن هذه لغه مكتسبه،
يكون جميل جدا لما الطالب عنده خلفية إسبانية ولا خلفية فرنسية بالمكان حتى قدام لما يتخرج ممكن هو يحاول ينمي اللغة هذه الفرنسية أو الإسبانية. بس تسمح لي يا أبو إبراهيم قبل أن أنتقل لأخوي خالد، المنهج هل هو إنجليزي؟ منهجنا نعم منهج إنجليزي. نعم إنجليزي تابع لوزارة التعليم والتعليم العالي. احنا منهج اللي هو اللي يسمونه الاي جي سي اس اي وال لا احنا الله يسلمك تابعين لمجلس المدارس الدولية. ممتاز. اللي هو سي اي اس. اي نعم، لكن معاييرنا مطابقة لمعايير وزارة التعليم والتعليم التعليم العالي. نعم ممتاز، الله يقويكم. الحين نرجع لخالد. خالد الحين تخرجت ان شاء الله المرحله الجامعيه، وين باذن الله؟ ان شاء الله بريطانيا. بريطانيا تخصص امن معلومات سايبر سيكيورتي. ايش معنى امن معلومات؟ يعني شيء اول شيء مطلوب الحين في الازمه الحاليه. نعم. مطلوب في سوق العمل. ثاني شيء يعني شيء احبه. شيء تحبه يعني كنت تمارسه من قبل يعني؟ مش انه مارسه بس يعني شيء ادري اني لي رغبه في الكمبيوترات وهالسوالف. بس لو تسمح لي، شلون اكتشفت انك تحب هذا التخصص؟ يعني شلون اكتشفت هذه الموهبه ممكن موجوده عندك في البدايه؟ يعني اول شيء انا ما قررت انك انت احب او شيء، كان شيء مطلوب. ثاني شيء يعني الحين احنا عصر التكنولوجيا، كل شيء على التكنولوجيا. صح. وايد يعني احنا على الكمبيوتر تطور على طول. وشفت اني اتعلم هالشيء بسرعه، يعني اي شيء ينزل على طول اتعلم له. نعم، وهو يمكن او بالاكيد الجميل ان العمليه هذه عند خالد ربطها بالازمه. نعم. وهذا دليل ان خالد يبي يكون هناك عمل يقدمه لهذا البلد المعطاء، سواء كان من جانب الدراسه او ايضا من الجانب الرياضي. خلوني ارجع للجانب الرياضي المبارز، يمكن انا شادني الاسم من بدايه حديثنا بهذا الجانب. ليش توجهت لهذا الجانب خالد؟ طبعا ما كان شيء، يعني كنت احب اللعبه، كانت يعني لعبه غريبه مش شيء معروف. صحيح. شيء انه ودي اجربه، ورحت يعني خذوني من المدرسه وعجبني الشيء فكملت فيه، شفت نفسي زين. تقريبا الحين هذه تاسع سنة ما شاء الله. أينا. الله يوفقك ان شاء الله. بالنسبه للبطولات، اشتركت في البطولات، اشتركت في مسابقات؟ عندي بطوله العربيه تحت 20 سنه فرق، وتحت 17 سنه برونزيه في الفردي. ممتاز. وبرونزيه بطوله الخليج. ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. ممكن ارجع حق تفضل. بدي ارجع حق ابراهيم. ابراهيم الحين الطالب نفسه راح بعثه برا، سواء بريطانيا او امريكا، انتم مرتبين اموره من خلال الجامعه، من خلال المواد الدراسيه، من خلال التخصص طبعا مع الطالب، من اختيار الطالب، وكل شيء متوفر حق الطالب، لكن التواصل من عندكم والقبول من عندكم وكل شيء من الاداره نفسها. الطالب وصل هناك، ولكن من ناحيه المدربين، الحين خالد لاعب مبارزه، من ناحيه التدريبات، من ناحيه المدربين، من ناحيه النادي اللي راح يشترك فيه، هل انتم ترتبون له برنامج كامل قبل لا يروح؟ بالنسبه لهذه المرحله طبعا لما الطالب يتخرج ويلتحق في الجامعه في الخارج يكون تحت امر الاتحاد، في بعض الاتحادات ترتب معه بعض الجامعات او بعض الاكاديميات في المنطقه اللي هو فيها، على اساس انه يمارس التدريب، يعني ما يترك التدريب، يكون في التدريب باستمرار. في بعض الطلاب ما شاء الله عليهم يعني عندنا ينخرطون مع فرق الجامعه، يمثلون الجامعه، يعني يدشون في منافسه شرسه. اذكر عندنا من طلابنا الطالب علي وجلوف، كان لاعب اللي هو التجديف، دخل مع فرق الجامعه ودخل في بطولات وشارك ورجع متخرج بعلوم الجيولوجيا ما شاء الله، بالاضافه الى استمراره في التجديد. ما شاء الله. فعندهم تحديات كبيره، احنا دائما نوصي الطلاب لا يقفون قدام الصعوبات. صحيح. راح تواجههم صعوبات كثيره. أكيد. في اللغه، في الرياضه، لكن اهم شيء الواحد يحاول، واحنا نعرف، لان نعرف ان طلابنا لما يروحون الجامعات ما راح يكون يعني بالشكل السهل انهم يعني ينخرطون فريق الجامعه. صحيح. لان الطلاب في الجامعه يحاولون يعني يوصلون ل منتخبات الجامعة اللي فيها يتم اختيارهم لتمثيل البلد هناك، يعني بيكون شيء كبير. لكن مثل ما ذكرت في اتحادات تنسق مع بعض الأكاديميات على أساس أن الطلاب يوصلون. نعم أكيد، ولابد أن يكون هناك أيضا عزيمة وأصرار عند الطالب لمواصلة نجاحاته من خلال. وفي نفس الوقت ما قاطعك هو أنه احنا ايضا متواصلين مع جميع الخريجين 362 ما شاء الله، يعني متواصلين وياهم دائما.
يعني ليومك يعني في طلاب لحد الآن يجون الأكاديمية في حالة إذا احتاجوا حتى أشياء معينة في التعليم في الرياضيات ولا في حاجة مثلا تفيدهم في الجامعة متواصلون معكم على طول متواصلين. طيب أنا بتكلم على مرحلة الثانوية وطريقة التنسيق بين الطالب والرياضة. احنا طلابنا يعني مثل ما ذكرتوا في السابق انه يقضي يعني فترة طويلة يعني يبدأ من الساعة 7 الصباح يخلص 7 المساء بين تدريب ورياضة. نعم يعني يمكن الوقت يداهمنا. اي نعم في تفضل. نعم بس بتكلم يعني بشكل سريع على هذه الجزئية. احنا عندنا الطلاب طبعا يتدربون في عندنا ايام يتدربون فيها فترتين في اليوم وفي يوم فترة. نعم. الله يقويكم. نقول بيض الله وجهكم ونشكركم كل هذا العطاء كبير. وكذلك أيضا الشكر موصول لخالد ونقول لك ألف ألف مبروك. الله يبارك. نعم بالتوفيق إن شاء الله. طبعا كل الشكر للسيد عبد العزيز إبراهيم جديع مدير خدمات شؤون الطلاب في أكاديمية سباير والطالب خالد الملا خريج أكاديمية سباير حياكم الله وشرفتونا. بيض الله وجهكم. مشاهدينا الكرام وصلنا للختام نلتقي بكم بإذن الله غدا مع مواضيع مميزة في برنامجكم برنامج ترحيب. مع السلامة. في أمان الله.